وأما الآن مشاهدينا الكرام فنتحول إلى أخبار الاقتصاد مع رغدة أبو ليلى. إليك رغدة. شكرا لكم دينا فكري وأميمة تمام. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن بورسعيد تعد المحافظة الأولى في حجم الاستثمارات التي قامت الدولة بتخصيصها على أرضها خلال السنوات السبع الماضية. وفي كلمة له نيابة عن رئيس الوزراء، أكد شعراوي أن تكليفات القيادة السياسية وبرنامج الحكومة تعطي اهتماما متزايدا لتنمية الموارد وخلق بيئة داعمة للاستثمار. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر شرق بورسعيد قبلة الاستثمار العالمية وقاطرة التنمية، والذي يعد أكبر حدث اقتصادي على أرض المحافظة الباسلة، ويهدف إلى تسويق وترويج مشروعات المنطقة الصناعية والسياحية بشرق بورسعيد. أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط على أن الوزارة قادت خلال الأشهر الماضية المشاورات الوطنية للإعداد للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023 حتى 2027، بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية والوكالات التابعة للأمم المتحدة، لتحديد الأطر الرئيسية للتعاون للخمس سنوات المقبلة وفقا للأولويات الوطنية. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع خالد أبو زار الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، وذلك لبحث العلاقات الاقتصادية المشتركة وأوجه التعاون بين مصر والأمم المتحدة ومنظماتها التابعة في إطار سعي الوزارة لتطوير العلاقات المشتركة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. أكد وزير البترول طارق الملا أن استراتيجية عمل الوزارة تضع نصب أعينها تطوير مصفاتي النصر والسويس لتصنيع البترول ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة طاقتها التكريرية، باعتبارها إحدى الحلقات الهامة إلى جانب مشروعات التكرير الجديدة الجاري تنفيذها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عام 2023. جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول للجمعية العامة لشركتي النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2020-2021. أكد وزير الإسكان عاصم الجزار استعداد الدولة المصرية لنقل خبراتها الكبيرة في تنفيذ مشروعات الإسكان وغيرها من مشروعات التنمية العمرانية لأشقائنا الليبيين. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بنظيره الليبي أبو بكر محمد الغاوي، وتناول الوزير التجربة المصرية في القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية كاملة التشطيب لقاطني المناطق العشوائية. وكذا تم عرض مشروعات التطوير بالقاهرة مستعرضاً ما تبذله الدولة من جهد في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف ورفع نسب التغطية بخدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية. إلى البورصة المصرية، حيث تباين أداء المؤشرات الرئيسية بختام تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع، وتراجع رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.3 مليار جنيه. وبالنسبة لأداء المؤشرات، حيث انخفض مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 10996 نقطة، بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 60% ليغلق عند مستوى 2866 نقطة، وارتفع مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 27% ليغلق عند مستوى 3866 نقطة.
إلى أسواق العملات، حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15.64 جنيها للشراء و 15.77 جنيها للبيع. بالنسبة لليورو وصل إلى 18.41 و 18.57 الجنيه الاسترليني 21.65 21.83 الدرهم الإماراتي 4.25 4.29 أخيرا الريال السعودي وصل إلى 4.17 24%. إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث شهدت أسعار الذهب بمصر تراجعا بقيمة 5 جنيهات، وذلك مع استمرار التراجع في سعر المعدن النفيس عالميا إلى مستويات 1760 دولار. وعلى الصعيد المحلي فقد وصل الذهب عيار 18 إلى 666 جنيها للجرام، عيار 21 777 جنيها للجرام، عيار 24 888 جنيها للجرام. أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 6216 جنيها. إلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات بوجود انخفاض أكبر من المتوقع بمخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك باعتبارها أكبر مستهلك للنفط بالعالم. وارتفع خام برنت بنسبة 2% ليصل إلى 75.52 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2% مسجلا 72.65 دولارا للبرميل. ارتفعت صادرات النفط الخام السعودية بيوليو الماضي لأعلى مستوياتها منذ يناير، وارتفعت صادرات المملكة من النفط الخام إلى 6.33 مليون برميل يوميا في يوليو، ارتفاعا من 5.97 مليون برميل يوميا في يونيو، وبلغ إجمالي الصادرات بما في ذلك المنتجات النفطية 6.65 مليون برميل يوميا. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى دينا وأميمة، إليكما. شكرا لك رغدة.